ولن نحن سعداء مدينة قيم صالح أن يشرفنا مبدعون لهم مكانتهم واسمهم في المشهد الثقافي الوطني، ويأتي هذا اليوم أو يأتي هذا الاحتفال في إطار احتفال باليوم الوطني للقصة، والذي أتشرف بكوني واحد من أولئك الذين أسسوا لهذا التقليد السنوي، وأتشرف كوني كنت أول من بصم ضمن مجموعة صغيرة جدا في مشرق بالقصيري، بصمت بالعشرة تأكيدا على هذا اليوم وعلى الاحتفال بهذا اليوم الوطني للقصة. ففرع اتحاد كتاب المغرب ما فاتئة يؤسس لتقليد ثقافي دائم، وحضور إخوتنا من على رأسهم الناقد والكاتب القاص حميد رقطة، وكذلك الأخ محمد كراد لوريني من مدينة برشيد، وهو أحد الفاعلين في جمعية اللغويين، وكذلك الأخ طويل، ثم كذلك صديقنا عبد الغني صراد. ونتمنى أن نستمر على هذا النهج، وأشكر كل الإخوة القائمين على هذا العمل الثقافي الجاد خاصة في موقع بوابة القيم صالح، وشكرا. بالنسبة للاحتفال باليوم الوطني للقصة، هو احتفال في الواقع بجسم أدبي يرد له الاعتبار، على علم أن لكل الأجناس الأدبية يوما وطنيا، يوم للشعر ويوم للمرأة ويوم للطفولة. هذا الاحتفال في الحقيقة هو مبادرة تمت من طرف جمعية النجم الأحمر في باب القصيري في إحدى دوراته السابقة، والتي أكدت على سن هذه السنة المحمودة. وما احتفالنا اليوم إلا تعبيرا عن امتناننا وحبنا لهذا الجنس الأدبي، ونضالنا كذلك سواء ككتاب أو كنقاد لرد الاعتبار لهذا الجنس من جهة، وللرقي به وطرح أسئلة في حقيقة تكون جوهرية وأساسية حول هذا الجنس ذاته. الاحتفال بيوم القصة هو احتفال بالحياة في حد ذاته، وبهذه المناسبة أتقدم لفرع اتحاد كتاب المغرب بالفقيه بن صالح وبني ملال على هذه المبادرة، والتي وأشد على أيديهم، وأتمنى أن تتكرر هذه المبادرات على الصعيد الوطني، وأن يكون احتفالا داخل المؤسسات التعليمية وداخل محافل مختلفة، وشكرا. نتقدم بالشكر الجزيل لاتحاد كتاب المغرب على هذه المبادرة الطيبة وعلى المجهودات الجبارة التي يبذلونها من أجل الإبداع ومن أجل الثقافة عامة، وخصوصا القصة القصيرة والقصة خصوصا. ونتقدم أيضا بالشكر. أحسني سعيدا وأنا أتواجد بمدينة الفقيه بن صالح، هذه المدينة التي بدت أزورها، والدافع يكون دائما دافع إبداعي. عرفت أول مرة في أول مهرجان للقصة القصيرة جدا، حضرته وسعدت بذلك، واليوم أنا أحضرها في إطار أول نشاط أو ثاني نشاط على ما أظن لفرع اتحاد كتاب المغرب بهذه المدينة، ومدينة مبدعيها لهم رغبة ملحة في النمو بساكنتها على الأقل ثقافيا. أعرف الإخوان الصاهرين واحدا واحدا، لهم تلك الغيرة التي تتمناها كل مدينة في أبنائها.
شكري الجزيل لكرم ضيافتهم، وأتمنى أن أزور هذه المدينة مستقبلا، وشكرا. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد أن أكون مع الإخوان هنا من مدينة القيمي صالح، المدينة الملأة جمالا، الملأة بالمثقفين. الاحتفاء باليوم العالمي أو اليوم الوطني للقصة، وهذا الاحتفاء بمدينة القيمي صالح هو تكريس الاحتفاء بالثقافة بشكل عام في جميع أشكالها. نتمنى أن تكون هذه المبادرات الجميلة من طرف الإخوان دائما حاضرة بهذه المدينة وفي مختلف الأجناس الأدبية، ليس القصة فقط. نتمنى كذلك أن يكون حضور الإخوة من مدن المغرب إضافة جميلة وإضافة ثانية لهذا الملتقى في الاحتفاء بالقصة القصيرة. شكرا مرة ثانية للإخوان الفقير بن صالح، ونتمنى أن نعود لهذه المدينة الهادئة لنحيا شعرا ونحيا سردا ونحيا جمالا مع الإخوان. شكرا لكم.